نحن لا نخرج من الميدان ليس خوفا من الميدان من الاعتقال، ولكننا لا نخرج من الميدان طمعا في الشهادة وانتظارا للشهادة في سبيل الله في هذا الميدان. الدكتور محمد مرسي إما أنه في دار الحرس الجمهوري أو في وزارة الدفاع، وسنخرجه وسيكون هناك خطوات تصعيدية لا يتخيلها أحد. هناك خطوات تصعيدية ضخمة لا أستطيع أن أفسر عنها. سيخرج الرئيس محمد مرسي ويعود إلى القصر ويكون هو رئيس الجمهورية إن شاء الله.